هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا كتير مننا بيحاول يهرب منه، الا وهو الوايرنج دايجرام. الوايرنج دايجرام من اهم المهارات اللي لازم يتقنها الشخص اللي شغال في مجال تشخيص الاعطال وصيانه السيارات، سواء كان مهندس او فني. في نهايه الحلقه دي هتقدر تقرا اي وايرنج دايجرام لاي عربيه، وهقول لك المصادر اللي تقدر تجيب منها الوايرنج دايجرام، سواء كان على جهازك الحاسوب او عن طريق ابلكيشن عن طريق موبايلك. وهقول لك في نهايه الحلقه ابلكيشن ممتاز جدا عن طريق الموبايل تقدر تجيب منه اي وايرنج دايجرام لمعظم عربياتنا اللي في الوطن العربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده في قناه مهندس ورشه، معاكم احمد حسن. لو لسه اول مره تابعنا انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس وشوف باقي فيديوهاتنا اللي فاتت. السلام عليكم، هبدأ معكم دلوقتي شرح مخطط السيارة الوايرنج دايجرام. طبعا ياريت كلنا نتابع الفيديو للنهاية، لأن الفيديو ده فعلا فيه معلومات كتير هتفيدنا. أول حاجة، الوايرنج دايجرام يعتبر من أهم وأدق الوسائل لتشخيص الأعطال الكهربية، اللي هي حاليا جميع السيارات الحديثة معظم أعطالها بتعتمد على المشاكل في التشخيص الكهربي. بقدر الإمكان في الفيديو ده هحاول أوصل لكم المعلومة بسهولة من غير ما أدخل في تفاصيل أقل فائدة وممكن نتعقد الموضوع أكتر، ولكن لو أي حد منكم عنده استفسار يقدر يقول لي في الكومنت وأنا إن شاء الله هرد على كل الاستفسارات. يلا بينا نبدأ الشرح. أول حاجة البي دي إف اللي أنا بشرح منه ده، لو حد محتاجه يكون معاه كوبي منه يقول لي في التعليقات وأنا هسيب له اللينك الدرايف بتاعه في التعليقات. اول حاجه، ازاي نقدر نفهم الوايرنج دايجرام؟ نيجي نبص هنا في الاول. ده رسم وش عربيه. طبعا عندي هنا اول حاجه خالص بنلاقي كل رمز في العربيه عباره يعني كل ايتم في العربيه او هارنس عباره عن رمز. عايزين نعرف الرمز ده بيرمز لايه ونفهم كويس قوي الحاجات دي. هنيجي نبص اول حاجه عندي هنا، اول حاجه السلك اللي هو الاسود ده، الاسود الداكن ده عبارة عن أرض العربية، وده بيكون متصل بجسم العربية. طبعا ده غير الأرضي اللي جاي لي من جوه الكنترول، هنعرف الفرق ما بين الأرضي اللي جاي لي من جوه الكنترول والأرضي اللي متصل بشاسيه العربية أو بجسم العربية. يلا نبتدي الشرح، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتقول لنا رأيك في التعليقات عن الفيديو ده، وتقول لنا عايز الفيديو الجاي يكون عن إيه. نبتدي نشوف. اول حاجة عندي الهارنس A45، عايزين نشوف ده A45 معناها ايه. اول حاجة جايب لي هنا اكزامبل، المثال A12. الاي دي انا عندي هنا بقسم منظومة العربية بتاعت الوايرنج دايجرام او خريطة العربية لتلات اجزاء رئيسية، الانجن والترانسميشن والروف او فتحة السقف والفلور ومؤخرة السيارة اللي هي الشنطة أو صندوق التخزين. هنيجي أول حاجة نشوف، عندي مثال الـ A12، عندي هنا الـ A دي بترمز للكومبوننت ده موجود جوه منظومة A، فعندي هنا لو A يعني إن هو جوه Engine Compartment، يعني ده جوه حاجة جوه الموتور بس. لكن لو عندي بي يبقى دي حاجه متصله بالموتور والترانسميشن، الانجن والترانسميشن، السي داش بانل، الدي فلور اند روف، الاي دور، الاف لاكج كومبرمنت. طيب الحاجات دي اللي هو الاي بترمز لايه والبي بترمز لايه والسي والدي والاي والاف لازم اكون حافظ كويس دول بيرمزوا لايه. طيب لو انا ما قدرتش احفظهم ممكن لما باجي يكون معايا وايرنج دايجرام اكون كاتبهم معايا، او بختار اي ايتم انا عارف ده تبع ايه وباخده زي دليل او مرجع عشان اقدر استنتج نفس النقط اللي هو بيرجع لها. نيجي نشوف ال 12 دي، ال 12 دي السيريال نمبر او البارت نمبر بتاع الايتم او الهارنس ده جوه الوايرنج دايجرام. هننزل هنا نشوف عندي السلك او الواير اللي هو نقط يعني ابيض في اسود اللي انا بشاور عليه ده.
ده بيرمز لسلك معزول. هنيجي هنا عندي رمز النجمة، ده يرمز إن المكان ده ثابت في مخطط السيارة، يعني ده مكان ثابت في معظم المخططات. هنيجي هنا ممكن بنلاقي رمز زي A 39 وبين القوسين 2 B. عندي هنا الـ A ده يعني من مكونات الانجن، الـ 39 ده السيريال نمبر أو البارت نمبر، الـ 2 دي نمبر أوف بنز يعني عدد البنات اللي في الفيشة دي أو في الكونكتور ده 2، البي ده اختصار للون. أنا عندي هنا لازم أكون فاهم كويس أوي اختصارات الألوان عشان لما أجي أفحص أيتم أو هارنس أو حساس مثلا ورا كرسي العربية أو في نهاية العربية ما فكش السلك كله عشان أشوف ده متصل بالكنترول أو لأ، فبالتالي لازم أبص على اللون من هنا عشان أفحص اللون في المقدمة. فأنا عندي اختصارات الألوان البي بلاك، الواي يلو، ال بلو، الجي جرين، الار ريد، البي ار براون، الفي فايلت، الاو اورانج، الجي ار جراي. لو ظهر لي سلك مش مكتوب عليه لون ده خلاص بعتبره ابيض، او لو سلك كله سادة بعتبره ابيض. تاني هنا زي ما انا جيت ابص هنا ال A 42 جوه القوسين 2 بي، ده الـ A ده يعني في الكومبوننت في الانجن، ال 42 ده السيريال نمبر، ال 2 دي عدد البنات، ال B لون البلاك. كده قدرنا ان احنا نقول ازاي نقرأ الرموز. طيب دلوقتي الرموز دي هتفيدني في ايه؟ الرموز دي مجرد مفاتيح اقدر افهم منها الوايرنج دايجرام، وبيجي لي مع الوايرنج دايجرام حاجه اسمه يعني بيجي مع الورقه الوايرنج دايجرام جزء تاني بيشرح لي كل رمز من دول بالتفصيل. يلا نكمل ندخل بقى نحاول نقرا وايرنج دايجرام فعلي نشوفه قدامنا. اول حاجه في الوايرنج دايجرام بيكون عندي هنا رقم البلوك، يعني دي الصفحة الأولى. أنا عندي الوايرنج دايجرام بيتكون من أكتر من صفحة، فرقم واحد دي معناها إن ده الصفحة الأولى. هنيجي نبدأ هنا، عندي ده رمز الفيوز، طبعا الرمز ده ثابت معايا في أي مخطط أو في أي وايرنج دايجرام، وبيكون جنبه هنا الفيوز ده كام أمبير، ده هنا مثلا 20 أمبير. نيجي هنا نبص عندي السلك او الواير اللي نازل هنا في دايره هنا جواها رقم وخارج منها سهم، السهم ده او اللي هو الدايره المميزه برقم داخلها وخارج منها سهم معنى كده ان ده متصل بنظام اخر، بيكون كاتب لي هنا النظام الاخر ده ايه، الهيد لامب. بنزل هنا لتحت شويه عندي طبعا الرمز ده رمز الموتور او الموتور، عندي طبعا الـ A يعني ده حاجة جوه الانجن، الـ 03 ده بيرمز ان السيريال نمبر بتاعه او البارت نمبر بتاعه. طبعا انا بشرح هنا على بي دي اف، فطبعا انا واقف على ده مش ظاهر معايا ده ايه بالظبط، لكن طبعا انا لازم اكون عارف ان ده موتور، لان انا مش دايما لما باجي اخد الوايرنج دايجرام معايا لازم يكون معايا نسخه مثلا على برنامج الاول داتا او الاوتو داتا. طبعا الاوتو داتا نسخه مميزه جدا بقدر اوصل منها للوايرنج دايجرام بسهوله، الاول داتا حاجه فعلا ممتازه لكن مساحته كبيره ومعظم السيارات اللي فيه سيارات اوروبيه. هنيجي مثلا نشوف في ال نيجي نشوف مثلا في الـ في الاوتو داتا، انا مثلا هنا جيت وقفت هنا بيقف يعني بقف على اي ايتم او اي حاجه بيظهر لي ده ايه، هنا مثلا الاكسليتر بدال، هنا الثروتل موتور بوزيشن، الكرانك، وهكذا. طبعا مجرد ما بقف على الايتم او الهارنس بيظهر لي ده ايه، غير طبعا النسخه اللي انا شغال عليها دلوقتي ده بي دي اف. هنزل لتحت شوية
عندي حاجة هنا مكتوب عليها A08X، لو جيت أبص فوق هنا عندي A03، إيه الفرق ما بين ده وده؟ الـ A وهنا إيه؟ هنا 03 وهنا 08، يبقى أنا عندي هنا ده الإنجن، ده حاجة مرتبطة بالإنجن، والبارت نمبر بتاعها 03، وده برضو حاجة مرتبطة بالإنجن والبارت نمبر بتاعها 08. طب الإكس دي بترمز لإيه؟ الإكس دي بتشير إلى أن الفيشة دي بترتبط بتجمع آخر، أو مثلا مربوطة بنقطة مركزية أخرى زي مثلا ريلي أو علبة فيوزات. هننزل هنا نبص، هنلاقي هنا جزء خاص بالمراوح، فهاجي أبص هنا هلاقي مكتوب أصلا 87 درجة سيليزياس و80 درجة سيليزياس أون وأوف، يعني أنا عندي هنا المراوح بتاعة العربية بتشتغل على درجة 87 درجة سيليزية. طبعا ناس كتير اصلا بتكون شغاله في العربيه ومش عارفه المروحه دي بتشتغل على كام، فطبعا ده مسهل لي الدنيا. فباجي ابص هنا بلاقي 87 درجه سيليزياس، دي درجه الحراره اللي المروحه بتشتغل عندها. عندي طبعا هنا الريزيستور، عندي هنا في مثلث مقلوب، معنى كده ان في صفحه تانيه تتابع للي انا فيه ده، يعني دي الصفحه الاولى وليها تتابع تاني. عندي هنا سنسور، هاجي ابص هنا في واير وحواليه نقط، او يعني حواليه محاط بنقط، خط او خطين منقطين، معنى كده ان السلك ده سلك معزول. هاجي ابص هنا هلاقي فيه هنا خط منقط او مقطع، ده يعني ده خط من خطوط الكان باس، طبعا هنا الاي سي يو انجن كنترول يونت. هاجي ابص هنا عندي دايود، طبعا احنا عارفين فايدة الدايود ان هو بيمشي التيار في اتجاه واحد ويمنع ان هو يمشي في الاتجاه التاني. هنيجي هنا نشوف الفيشة دي بتتكون مثلا كان من 6 بنات، طبعا كل بنة من دول بيكون في مفاتيح الرموز، بيكون عندي كل بنة مفتاح ليها بتشرح لي البنة دي بتاعت ايه، او ممكن وانا شغال في العربية اقدر اعرف البنة دي واصلة لايه. هننزل هنا نشوف البلوك 2 الصفحة الثانية. أول حاجة عندي هنا عايزين نفهم الرموز دي معناها إيه. عندي لو مثلث لتحت ده معناه input، يعني الإشارة داخلة، هنا الإشارة خارجة. المثلثين فوق بعض يعني اللاين ده أو الواير ده بيدخل لي إشارة وبيخرجها، وطبعا الإشارات الرموز دي مهمة جدا 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 لما أجي أفحص أي فولت في العربية. طبعا نيجي نبص بقى هنا هنلاقي معظم الرموز إحنا شفناها بالفعل. طبعا عندنا هنا السي دي زي ما إحنا شايفين، طبعا قلنا دي في الاختصارات بترجع للداشبورد. عندي هنا خط متقطع ما بين الاتنين لاين، طبعا احنا شفنا الخط المتقطع فوق بتاع الكام باص، وشفنا الواير اللي حواليه خط متقطع اللي بيرمز لسلك معزول، هنا الخط المتقطع بيرمز ان دول بيعملوا على نفس النظام. باجي هنا ببص على السهم ده، ده بيرمز لسريان التيار، يبقى انا عندي التيار ممكن يمشي لفوق وممكن يمشي لتحت. طيب انت هتسألني ازاي التيار بيمشي في الاتجاهين؟ بيمشي في الاتجاهين دي مثلا زي في شبكة الكام باص، بيعتمد الاتجاه سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه ده على الاشارات اللي ماشية. طبعا عندي هنا الرمز ده الجراوند الارضي. طبعا احنا كده نقدر نقرأ معظم اي يعني معظم الوايرز او اي مخطط يجيلي اقدر اقرأها واقدر افهمه. ولو حد عنده سؤال تفصيلي لأي جزء من اللي احنا قلناه، طبعا انا ما دخلتش في تفاصيل اكتر بحيث ان انا اقدر اوصل لكم المعلومة بسهولة. طبعا عندي هنا دي ده الكنترول، وطبعا ده رمز الجي ان دي، ده رمز الارضي اللي خارج من الكنترول. بقول لكم تاني لو حد عايز البي دي اف ده يقول لي في الكومنت وانا هبعت له اللينك درايف بتاعه. طبعا احنا خلاص شفنا معظم الرموز دي. عندي هنا طبعا بيقول لي ان الفيشة دي سواء ميل او فيميل،
مين الذكر والفيميل الأنثى، طبعا هنا باقي الشرح لباقي الفيش أو التوصيلات أو الترامل. عندنا دلوقتي برنامج اللي احنا ممكن بنستخدمه عن طريق الموبايل، ده اللي انا ممكن اجيب منه الوايرز دايجرام. ده برنامج مجاني بس، وفي منه نسخة مدفوعة، بس طبعا النسخة المجانية بتغنيني جدا. الفرق الوحيد ان هي فيها اعلانات ممكن تضايقني، لكن انا ممكن استخدمها عادي جدا. فيها معظم الوايرنج دايجرام، اسم البرنامج بندخل موجود، طبعا البرنامج موجود على البلاي ستور، اسمه كارمن اس تي دي، بندخل بندونه زي ما احنا شايفين دلوقتي وبينزل، وبعد كده بنشتغل عليه. تاني حاجة، عندي برامج بقدر انزلها عندي على الجهاز بتاعي، سواء اللابتوب او الجهاز البي سي العادي، زي الاوتو داتا، الاول داتا، التوليرانس، الهايزن، دي كلها برامج تقدر توفر لي الوايرنج دايجرام بسهولة، واقدر ان انا اوصل بيها لمرحلة كويسة. ولو حد عنده اي استفسار يقول لي في التعليقات، وانا ان شاء الله اقدر اجاوب عليه وهرد ان شاء الله على كل الاستفسارات. طبعا الشرح ده كان ملخص جدا بحيث ان انا ما اطولش عليكم الحلقة، وتقدروا تقرأوا اي وايرنج دايجرام. ما تنساش تقولنا رأيك في التعليقات، وتقولنا عايز الحلقة جاية عن ايه، ولو عندك اي استفسار تقولنا في التعليقات. شكرا.